السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطالبات وأولياء أمور الصف الثالث الإعدادي. بإذن الله متابعين مع بعض المنهج من خلال الكتب الدراسية المختلفة. بإذن الله ناخد مع بعض دلوقتي اختبار على الوحدة الثالثة من كتاب المعاصر بداية من صفحة 177، وأول سؤال finish the following dialogue، قم بإنهاء الحوار التالي. أول سطر ده بيكون مهم جدا، بيعرفني الحوار بيتكلم عن إيه. في البداية لازم بقرا المحادثة كلها على بعضها بالكامل، وأنا بحل لازم براعي زمن الحوار. بيقول لي هنا أشرف is meeting a tourist، أشرف يقابل tourist يعني بيقابل سائح in the Egyptian museum، بيقابله في الإيه؟ في المتحف المصري. الاتنين مع بعض وبيتقابلوا في المتحف المصري. هنا أشرف بيقول له welcome to Egypt، مرحبا بك في مصر. How do you do؟ كيف حالك؟ هنا السائح بيقول له هلو اهلا، وهيقول له ايه سورت او سعيد بمقابلتك، نايس تو ميت يو او بليز تو ميت يو، سورت بمقابلتك، بليز تو ميت يو، انا سعيد ان انا قابلتك او سعيد بمقابلتك. اشرف بيساله، السائح قال له اي ام فروم ايطالي، انا من ايطاليا. يبقى من اي بلد انت؟ اين يعني وير؟ وبعد كده I am بتطلع فوق في الإجابة بتبقى are you، are you from، where are you from، where are you from. طبعا صح احنا حافظينها كلنا، من أي بلد أنت، where are you from، من أي بلد أنت. قال له أنا من إيطالي، من إيطاليا. أشرب بيسأله السائح، قال له I will stay for a week، سوف أقيم لمدة أسبوع. طالما جاب لي for مدة زمنية يبقى بسأل بقول كامل إيه، كامل مدة، كم المدة يعني how long، كم المدة how long. بعد كده I will هتبقى will you، will بعد كده الفاعل you، بعد كده الفعل في المصدر stay. how long will you stay، كم المدة اللي انت سوف تقيمها. قال له انا سوف اقيم لمدة اسبوع. اشرف بيقول له is this your first visit، ديت اول زيارة لي، بيسأله هي دي أول زيارة لي. السائح قال له حاجة وقال له I have come there أو here، أنا أتيت هنا أو جيت هنا three times before يعني ثلاث مرات من قبل، ثلاث مرات قبل كده، يبقى مش أول زيارة لي. يبقى هنقول no، لا it isn't، لا دي مش أول زيارة، دي مش أول زيارة، no it isn't، وإذا هتبقى isn't لأن بجاوب في النفي. عندي هنا أشرف بيقول What's your opinion about the Egyptian people؟ إيه بقى رأيك في المصريين؟ بيسألوا عن رأيه في المصريين، رأيك في المصريين إيه؟ بيسأل الإيطالي رأيك إيه في المصريين؟ هنا السائح قال له حاجة وقال له I really like them very much، أنا بحبهم كتير جدا. ممكن يقول مثلا They are kind، هما طيبين أو helpful متعاونين. خلينا نقول هنا إيه They are helpful، هما متعاونين جدا. بعد كده سؤال read and complete، اقرا واكمل the text، النص. بيجيب لي ست كلمات، ببدا ان انا اختار الكلمات دي، اختار منها اربعه بس واوظفهم داخل النقاط في الفراغات اللي هي موجوده عندنا. نشوف كده الكلمات ونترجمها، special يعني خاص او مميز، advice اللي هي النصيحه، initiative مبادره، نون للنفي، بوث يعني كلا او كلاهما، with حرف جر. يبقى last month في الشهر الماضي، our English teacher مدرس الانجليزي بتاعنا asked us طلب مننا to write a paragraph، ان احنا نكتب paragraph about the decent life not، عن ايه؟ عن مبادرة حياة كريمة. يبقى عن the decent life initiative، عن مبادرة حياة كريمة initiative. عن مبادرة حياة كريمة. بيكمل هنا I went to the school library، أنا روحت لمكتبة المدرسة، نقط my friend علي، مع صديقي علي، ذهبت مع صديقي علي. يبقى I went to school library، روحت لمكتبة المدرسة with my friend علي، مع صديقي علي، يبقى with. بيكمل هنا there were two librarians،
في اتنين من أمناء المكتبة اللي هم المسؤولين عن المكتبة. They were wonderful، هم رائعين. They gave us some useful notes on how to use the internet to find more information. They اللي هم الأمناء بتوع المكتبة gave us ادونا أو أعطونا some useful إيه يعني إيه اللي مهم يعني بعض من إيه مهم على how to use إزاي إن إحنا نستخدم the internet الإنترنت أو شبكة المعلومات الدولية to find more information عشان نعرف ونكتشف معلومات أكتر. يبقى ادونا ايه مفيد؟ طبعا ادونا نصيحة مفيدة، يبقى useful advice نصيحة مفيدة advice. بعد كده they were helpful، الامناء دول الاثنين امناء المكتبة كانوا متعاونين. and I thanked not of them، عايز اقول وانا شكرت كلاهما كل منهما both of them. I thanked انا شكرت both of them كلاهما both of them. بعد كده عندي السؤال الثالث read the following text، اقرأ النص التالي. then answer the questions، ثم اجب على الأسئلة. بيجيب لي كده نص بقرأه وفهمه وترجمه كويس، وبيكون جايب لي عليه 3 أسئلة اختيارات و3 أسئلة مقالية. بيقول لي هنا one day في يوم من الأيام أو ذات يوم an old man راجل كبير في السن came to our village أتى لقريتنا to visit a friend عشان يزور صديق. his friend صديقه was a poor farmer كان فلاح أو مزارع فقير. when he old أو when the old man saw the farmer لما الراجل العجوز أو كبير السن ده شاف المزارع أو الفلاح he became very pleased هو كان أو أصبح very pleased كان مسرور جدا وأصبح مسرور جدا لما شاف صديقه. but he found that لكن هو وجد إن his friend صديقه was poor كان فقير and sad وحزين، كان مبسوط إن شاف صديقه لكن هو وجد إن صديقه ده كان فقير وحزين. so لذلك he decided to help him الراجل العجوز ده قرر إن هو يساعد المزارع and make him happy وكمان يجعله سعيد. The old man put his finger الراجل العجوز ده وضع إصبعه on a small piece of rock على قطعة صغيرة كده من الايه من الصخر which suddenly turned into a piece of gold واللي فجأة قطعة الصخر دي turned into اتحولت إلى a piece of gold قطعة من الذهب. he gave it to the poor farmer هو أعطاها أعطى إيه؟ أعطى قطعة الذهب اللي هي a piece of gold أعطى قطعة الذهب اللي هو راجل عجوز ده أعطى قطعة الذهب لـ the poor farmer للمزارع الفقير. but the old man لكن الرجل العجوز saw رأى that his friend was still unhappy إن صديقه ما زال غير سعيد. so لذلك he did the same thing هو عمل نفس الشيء أجل مرة تانية but this time لكن هذه المرة with a bigger piece of rock مع قطعة من الصخور بس تكون أكبر، حط صبعه كده على قطعة من الصخور القطعة دي أكبر عشان يحولها لقطعة من الذهب تكون كبيرة ويديها لصاحبه أو لصديقه. however ومع ذلك the farmer was still sad المزارع ما زال حزينا. the old man became amazed الراجل العجوز ده أصبح amazed مندهش and asked his friend وسأل صديقه how can I make you happy my friend ازاي ان انا اجعلك سعيد يا صديقي العزيز. his friend replied صديقه رد عليه I want you to give me your finger انا عايزك تديلي اصبعك، عايز الصبع بقى وهو يحول بيه الصخور لذهب زي ما هو عايز. يبقى كده المزارع كان شخص greedy كان شخص ايه طماع. الصفحة اللي بعد كده صفحة 178 وجيب لي بقى الأسئلة بتاعت الاختيارات على القطع. The farmer was الفلاح أو المزارع كان إيه؟ pleased كان مسرور ولا happy كان سعيد ولا unhappy ولا كان غير سعيد ولا rich ولا كان غني. طبعا كان unhappy كان غير سعيد أو sad حزين. رقم 2 The farmer wanted the old man's note المزارع او الفلاح اراد ايه من الراجل العجوز، كان عايز منه ايه finger يعني كان عايز منه اصبع ولا روك ولا صخرة ولا اي عين ولا رجل او ساق. طبعا كان عايز اصبعه his finger
او old man's finger، عايز اصبعه عشان بعد كده هو يحول براحته الصخور لذهب. رقم 3 the underlying pronoun it refers، احنا قلنا الضمير it بيشير الى ايه؟ بيشير الى piece of gold، بيشير الى قطعة من الذهب ولا finger ولا بيشير الى الاصبع ولا village ولا القرية ولا farmer للفلاح او المزارع. طبعا it هيشير الى ايه؟ الى قطعة من الذهب اللي هي تحولت piece of gold، قطعة من الايه؟ من الذهب. بعد كده رقم 4 give a suitable title for the passage، عايز نكتب كده عنوان مناسب للقطعة اللي احنا قرأناها مع بعض. طبعا الفلاح المزارع a greedy farmer، الفلاح او المزارع اللي هو بيكون طماع a greedy farmer، a greedy farmer، الفلاح او المزارع الطماع a greedy farmer. رقم 5 why did the old man decide to help the farmer، ليه الراجل العجوز ده بيقرر او قرر ان هو يساعد الفلاح؟ طبعا لان الفلاح كان رجل فقير، because the farmer was very poor، because لان the farmer، لان المزارع because لان the farmer المزارع was very poor، كان فقير جدا. رقم 6 do you think that، هل تعتقد ان the old man الرجل العجوز will agree، هيوافق on the order على طلب of his friend، على طلب صديقه يعني هيديله صبعه؟ لا طبعا no I don't think so، ما ادانيش مثلا، ما قاليش لماذا، هقول انا بس كده ايه هرفض وخلاص، هقول او لا او خلاص. no I don't think so، no I don't think so، لأن لا أعتقد ذلك. بعد كده السؤال الخاص بالاختيارات بيقول لي the suffix، suffix اللي هي اللاحقة، اللاحقة الحروف اللي بيجي لي كده في نهاية الكلمة، is added التي تضاف to the word kind، لكلمة kind يعني طيب، to make a noun عشان تكون لي الاسم. اللاحقة الحروف اللي في نهاية الكلمة اللي أنا ممكن أضيفها لكلمة طيب عشان أكون منها الاسم، يبقى كده هضيف حروف إيه في الآخر؟ S I O N N E S S M E N T T I O N، طبعا أنا هضيف الإيه اللاحقة إيه؟ N E S S عشان تبقى kindness، kindness اللي هي الطيبة أو العطف. رقم 2 أنوات is a long seat، عبارة عن مقعد طويل for two people or more، لشخصين أو أكتر، مقعد كده بيقعد عليه شخصين إيه؟ شخصين أو أكتر، ده بيد اللي هو السرير ولا بوستر الملصق أو المنشور ولا بيتش الشاطئ ولا بنش المقعد، طبعا ده اللي هو المقعد، يبقى A بنش اللي هو الإيه؟ المقعد. رقم 3 the مقط of the word formal is informal، عايز يقول لي هنا ايه؟ كلمة formal يعني رسمي وكلمة informal يعني غير رسمي، يبقى بينهم ايه؟ بينهم تضاد او بينهم عكس، دي كل واحدة عكس التانية، يبقى the synonym المرادف من رسمي هي غير رسمي، المرادف والمعنى ولا antonym ولا المضاد رسمي هي غير رسمي، كده عكسها same ولا نفس الشيء ولا meaning ده المعنى بتاعها، الكلمة دي هي المعنى للكلمة دي. لا طبعا بينهم ايه؟ بينهم antonym، يبقى the antonym of the word formal، الانتم من كلمة formal يعني رسمي هي كلمة informal يعني غير ايه؟ غير رسمي، بينهم تضاد. رقم 4 last night الليلة الماضية I had a strange dream، ده انا شفت حلم غريب، I thought اعتقدت I was flying، اعتقدت كده وكأني بطير. كلمة strange يعني غريب، means تعني حاجة غريبة، معناها ايه بقى؟ عايز حاجة بتساويها في المعنى، unusual معناها غير عادي، حاجة غريبة يعني حاجة غير عادية، ولا حاجة regular منتظمة، ولا usual حاجة عادية، ولا boring شيء ممل. طبعا عندي اما يكون في شيء غريب او كلمة غريب معناها حاجة unusual غير عادية.
رقم 5 مؤد is writing or pictures عبارة عن writing عبارة عن كتابة or pictures أو صور that people draw الناس بترسمها on walls على الجدران كتابة وصورة على الجدران اسمها graffiti اللي هي رسوم على الجدران ولا ترافيك اللي هو المرور او حركة المرور والليفلات اللي هو المنشور او الكتيب ولا هيدفون اللي هي سماعة الرأس طبعا يقصد هنا جرافيدي الرسم على الجدران عبارة عن writing or pictures صور وكتابة that people draw الناس بترسمها on walls على الجدران والمفروض او بالرغم من ان هما المفروض ما يعملوش كده رقم 6 we should encourage our sons ينبغي علينا ان احنا encourage encourage يعني يشجع المفروض ان احنا نشجع our sons sons اللي هما الابناء المفروض نشجع ابنائنا to do sports ان هما يمارسوا الرياضات كلمة encourage اللي هي يشجع is the antonym for هي المضاد من مضاد يشجع ايه عكسها ايه support يعني يدعم او يساند help يساعد discourage يعني يحبط ولا disconnect يعني غير متصل طبعا encourage يشجع عكسها ايه الانتنم منها ايه عايزة العكس عكسها discourage يعني يحبط الصفحة اللي بعد كده صفحة 197 complete the sentences هنكمل الجمل with the correct form بالشكل الصحيح هنصحح الكلمات اللي هي موجودة بين القوسين رقم واحد بيقول this museum هذا المتحف is نقط بيكون ايه there are so many old things يوجد العديد من الاشياء القديمة to see تقدر ان انت تشوفها هنا يبقى المتحف amazed مندهش ولا مدهش بيسبب لنا احنا الدهشة يبقى الصفة المسببة للشعور بتنتهي بالing يبقى amazing amazing يعني ايه amazing يعني مدهش المتحف ده بيكون ايه بيكون مدهش رقم اثنين I am not in reading science books أنا مهتم بقراءة كتب الايه كتب العلوم أنا عايز أقول أنا مهتم بيه ينفع أن أنا أقول I am interesting أنا شيق في قراءة كتب العلوم لا طبعا أنا مهتم بيه اسمها interested in يعني مهتم بيه interested in يعني مهتم بيه رقم 3 what are we not do about it ايه اللي احنا هنعمله حيال ذلك انا عندي السؤال بجونج تو رقم 1 كلمة الاستفهام رقم 2 ام او از او ار على حسب الفاعل والفاعل جمع يبقى جايب لي هنا ار وبعد كده الفاعل ده رقم 3 بعد كده جونج تو المصدر هو جايب لي المصدر يتبقى ايه هكتب جونج تو going to do ماذا سوف نفعل بخصوص ذلك او حيال ذلك يبقى going to هو جيب للمصدر رقم 4 he was not to see the pyramids for the first time هو كان ايه لما شاف الاهرامات للمرة الاولى او لاول مرة كان ايه لما شاف الاهرامات للمرة الاولى كان عندي surprise يعني يدهش او يفاجئ هقول بقى كان surprised كان متفاجئ ولا كان surprising يعني مدهش طبعا كان surprised متفاجئ هو اللي حاسس بالشعور الصفة منتهية بالإي والدي إذن هضيف فقط حرف الدي هنا في الآخر يبقى surprised كان متفاجئ أو مندهش كان surprised يعني كان إيه كان متفاجئ رقم 5 The shop not to make a big sale on Friday. المحلات سوف تقوم بعمل a big sale يعني هتعمل كده occasion كبير on Friday في يوم الجمعة. عندي هنا قاعدة جونج تو ليه؟ لأن جايب لي تو المصدر. طب the shops المحلات جمع هتاخد ايه؟ هتاخد معاها ار وبعد الار جونج تو المصدر. طب هو جايب لي تو المصدر يبقى هرجع اكتب جونج تاني؟ اه هكتبها تاني. ليه لان اي حاجه بين قوسين المفروض اكتبها تاني بكتبها انا بس بعدلها بزود عليها او بغيرها لكن لو هي صحيحه برضو برجع اكتبها تاني يبقى the shops المحلات are going to make سوف تقوم بعمل a big sale اوكازيون كبير الايه يوم الجمعه القادم او يوم الجمعه بعد كده عايزني اكتب عن a review on the decent life initiative عايزني اكتب عن مبادره حياه كريمه
وهو اصلا موجود في اخر الكتاب. وكمان هقدم لكم ابتداء من بكره باذن الله اهم باراجرافات هامه ومتوقعه لمنهج الصف الثالث الاعدادي الترم الاول. الصفحه اللي بعد كده صفحه 180 جايب لي كده اختبار لطلاب الازهر الشريف، بيقول لي supply the missing parts in the following dialogue، اكمل اجزاء ناقصه في هذا الحوار. نقرا كده مع بعض اول سطر بيقول لي ايه. بيقول لي كينزي is talking with روزان about an interesting book. كينزي بتتحدث مع روزان عن كتاب ايه؟ كتاب مدهش وشيق. روزان بتقولها هلو كينزي، اهلا يا كينزي، what are you doing، ماذا تفعلين؟ روزان ردت عليها قالت لها حاجه، فكينزي بتسالها روزان قالت لها it's called David Copperfield، يدعى او يسمى الكتاب يعني اسمه ديفيد كوبرفيلد. يبقى هنا كينزي هتقول لها ايه؟ انا بقرا كتاب. زمن السؤال مضارع مستمر، بيقول لي هنا او بتقول لها هنا what are you doing، ماذا تفعلين؟ هتقول لها انا بقرا كتاب. يبقى اي هتحول الى يو، هتحول الى اي، واي هتاخد معاها ام هختصرها هتبقى ايم. بعد كده الفعل بتاعي مضاف اليه الاي ان جي، يبقى ايم ريدنج. I am reading، أنا أقرأ. A book، أنا بقرأ إيه؟ بقرأ كتاب. عشان بعد كده إحنا عرفنا منين طبعا، من السطر الأولاني. وكمان لما هي بتسألها قلت لها اسمه ديفيد كوبرفيلد، كتاب اسمه ديفيد كوبرفيلد. فهنا روزان بتسألها قلت لها it's called David Copperfield، اسمه كذا، اسم الكتاب. يبقى ماذا يدعى أو ماذا يسمى؟ ما أو ماذا يعني what. وعند كده في الإجابة it is، هعكسها هخليها is، هخليها is it، is it. يبقى what is it، وبعد كده called هتطلع زي ما هي. what is it called، ماذا يدعى او ماذا يسمى. what is it called، فهنا قالت لها يدعى او يسمى ديفيد كوبرفيلد. فرزان بتسأل كنزي قالت لها it was written by Charles Dickens، كتب بواسطة الكاتب Charles Dickens. يبقى هنا هنسأل هنقول من، من او كتب بواسطة من. من للعاقل يعني هو. بعد كده it was هتبقى was it، was it. وبعد كده written by، who was it written by، يعني كتب بواسطة من هو. وبعد كده it was هتبقى was it، وبعد كده بكمل written by، كتب بواسطة من. بعد كده السؤال الثاني خاص بريد ان كومبليت ذا تكست، اقرا وكمل النص. بيجيب لي كلمات، بقرا الكلمات وابدا اختار منها بس اربع كلمات اوظفهم داخل النقاط في الفقره بتاعتنا. عندي هنا بيقول لي فاسيلتيز اللي هي المرافق او التسهيلات، لوكال يعني محلي او على المستوى القومي، كوميونيتي اللي هو المجتمع، اكتيفيتيز اللي هي الانشطه، ثياتر المسرح. يبقى I live in a great، نقط أنا بعيش في إيه رائع؟ أنا بعيش في مجتمع رائع. يبقى I live in a great community، أنا بعيش في a great community، في مجتمع رائع. There are a lot of sports، يوجد كتير من إيه؟ رياضي. طبعا يوجد كتير من الأنشطة الرياضية، of كتير من sports activities، كتير من الأنشطة الرياضية activities. For young للصغار and old people وكمان لكبار السن، such as مثل volleyball كرة الطايرة، tennis club ونادي التنس، and walking track وكمان تراكات اللي هي خاصة بالمشي. There are also many نقط for all people، يوجد كمان ايه لكل الناس of all ages من كل الأعمار. يوجد كمان مرافق وتسهيلات للناس من كل الأعمار، مرافق أو تسهيلات facilities. بعد كده including مشتملا على a great نقط ايه رائع، and a history museum وكمان متحف تاريخي او متحف للتاريخ. يبقى a great ايه؟ a great theater مسرح رائع او عظيم، يبقى theater. مسرح رائع او عظيم. بعد كده جايب كده فقرة نقراها مع بعض ونجاوب على اسئلتها. بيكون جايب لي عليها ثلاث أسئلة اختيارات وثلاث أسئلة مقالية. نقرأ كده بيقول لي إيه. The Decent Life Initiative، مبادرة حياة كريمة،
is an exciting plan. دي بتكون خطة مثيرة ومشوقة. That is really making a difference. فعلا بتحدث فارق أو اختلاف to about 32 million people لحوالي 32 مليون شخص who live in rural areas اللي بيعيشوا في المناطق الريفية in Egypt في مصر. It aims to المبادرة تهدف إلى improve the quality of public services إلى تحسين جودة الخدمات العامة. It اللي هي المبادرة provides more health care بتوفر رعاية صحية أكتر better education تعليم أفضل and better job opportunities وكمان تكافؤ في فرص العمل أو فرص عمل أفضل. Since منذ 2019 منذ سنة 2019 it has helped people in 377 villages to have clean water. المبادرة ساعدت الناس في حوالي 377 قرية ان هم يكون عندهم مياه نقية ونظيفة. It has also helped to repair their houses وكمان ساعدت ان هي تصلح لهم البيوت بتاعتهم. And it has sent doctors وكمان ارسلت الاطباء to the village للقرية to deliver medicine عشان يوصلوا الدواء. And helped people who are ill ويساعد الناس اللي هم بيكونوا مرضى. It is also helping more children to have a better education كمان ساعدت أطفال أكتر إن هم يحصلوا على تعليم أفضل by building schools عن طريق بناء المدارس in the villages في القرى. في الإيه؟ في القرى. بعد كده it will continue to help people يعني it اللي هي المبادرة سوف تستمر في مساعدة الناس in different places في أماكن مختلفة في أماكن مختلفة around the country حول الدولة في أماكن مختلفة كده في الدولة هتبدأ وهتستمر في مساعدة الأشخاص. تعال بقى نشوف الأسئلة. بيقول لي how many people has the decent life initiative made difference to يعني عايز يقول لي كم عدد الأشخاص اللي مبادرة حياة كريمة أحدثت لهم فارق يعني عملت في حياتهم كده فارق أو اختلاف. طبعا تعالوا بقى نجيبها من الفقر مفيش مكان نهائي عندك أكتب فيه. هنقول إيه؟ هنقول هنا about حوالي 32 مليون people 32 مليون شخص who live in rural areas اللي بيعيشوا في المناطق الريفية in Egypt في مصر لحد كده. ممكن أقول about 32 مليون people بس دي كده إجابة السؤال رقم واحد. دي كده إجابة رقم واحد. تاني سؤال بيقول إيه؟ بيقول هنا What services does the initiative provide؟ إيه الخدمات اللي المبادرة بتوفرها؟ خدمات بتوفر خدمات إيه للناس؟ طبعا بتوفر لهم نقول بقى من أول كده Health care بتوفر لهم Health care رعاية صحية Better education تعليم أفضل And better job opportunities وكمان فرص عمل إيه؟ فرص عمل بشكل أفضل. يبقى دي إجابة السؤال نمبر 2 رقم 2. نشوف بقى رقم 3 بيقول لي هنا How can the initiative help children؟ إزاي المبادرة تقدر تساعد الأطفال؟ بتساعد الأطفال إزاي؟ هنقول هنا المبادرة بتقدر تساعد الأطفال. هنقول هنا إيه؟ هنقول من أول الجزء ده كده It is also المبادرة كذلك helping يعني بتساعد more children أطفال أكتر to have a better education يحصلوا على تعليم أفضل by building عن طريق بناء وإنشاء schools المدارس in the villages في القرى. دي كده إجابة السؤال رقم 3. عند بقى نفس الصفحة الجزء الثاني منها بيقول لي إيه؟ تعالوا كده نكمل الاختيارات بس تبع القطعة. بيقول لي هنا رقم 4 the underlying pronoun it refers to احنا قلنا it بتشير الى ايه. تعالوا كده نشوف الاختيارات. health care بتشير الى الرعاية الصحية ولا the initiative ولا بتشير الى المبادرة ولا education ولا للتعليم ولا medicine ولا للدواء. طبعا بتشير الى the initiative بتشير للمبادرة. رقم 5 بيقول لي نقط delivered medicine مين اللي وصل الدواء and helped وساعد people الناس who are ill اللي بيكونوا مرضى teachers المدرسين ولا engineers ولا المهندسين ولا doctors الأطباء هم اللي بيساعدوا المرضى ولا children اللي هم الأطفال. طبعا يقصد هنا doctors الأطباء.
بعد كده تشوز إذا كوركت أنسر اختر الإجابة الصحيحة. نشوف كده أسئلة الاختيارات. رقم واحد I know at the pyramids tomorrow. عايز أقول ده أنا هزور الأهرامات بكرة، هزور الأهرامات غدا. I have arranged everything. أنا arranged أنا رتبت. طالما عندي ترتيبات وتجهيزات ببص على الكلمة دي كده وحط عيني عليها بعرف إن ده زمن مضارع مستمر. في زمن المضارع المستمر I بتاخد معاها am، وبعد am الفعل بتاعي مضاف إليه ال ing، يبقى ده الشكل اللي أنا عايزه. تمام، am وبعدها verb ing. visit الفعل في المصدر، visited في الماضي، am visiting ده اللي أنا عايزه. I am visiting أنا سوف أزور، going to visit دي قاعدة going to. طب أنا ما اخترتهاش ليه؟ لأن I لازم بيجي معاها هنا في الأول am. تمام، وعندي arrange الترتيب وتجهيز على طول مضارع مستمر. رقم 2 I was not by the number of people. انا كنت ايه؟ من اعداد الناس who came to the party اللي جت الحفله. انا كنت ايه؟ amazing انا كنت مدهش ولا amazed ولا كنت مندهش انا اللي شاعر بالدهشه ولا amazed يعني يدهش ولا amazed اللي هي المتاهه. طبعا انا كنت amazed انا اللي شاعر بالصفه، انا كنت مندهش amazed. رقم 3 نقط is to take a letter or object to a place or building. معناها ايه؟ ان انت تاخد خطاب او شيء وتوصله لمكان او لمبنى. deliver يبقى انت كده وصلته وسلمته، ولا send يعني يرسل، ولا receive يستلم، ولا waste يعني يهدر ويضيع. طبعا معناها ان انت deliver بتوصل، بتاخد حاجة من مكان لمكان بتوصلها، يبقى deliver يوصل ويسلم. رقم 4 teachers المدرسين always نقط their students to study hard. المدرسين دايما ايه للطلاب بتوعهم عشان يذاكروا hard، يذاكروا بجد. invite يعني يدعو، بيعزمهم يعني وبيدعوهم. ولا develop يعني يطور ويحسن وينمي. ولا encourage يشجع ويساند ويساعد. ولا discourage يعني يحبط. طبعا دايما بيشجعوا الطلاب بتوعهم عشان يذاكروا بجد، يبقى encourage يعني يشجع. يجي لي سؤال تصحيح الخطأ، بيقول لي هنا ايه؟ هاني از نوت ان واتشينج فوتبول ماتشز. هاني بيكون ايه؟ بمشاهدات كره القدم. هنقول هاني از انترستنج، شيق بمشاهدات كره القدم ولا مهتم بيها؟ مهتم بيها. مهتم بيها يعني صفه منتهيه بالاي والدي، هحذف الاي ان جي واضيف الاي والدي، يبقى انترستنج هتبقى انترستد بدل انترستنج. interested in مهتم بي interested in. رقم 2 ذا فيلم از نقط الفيلم بيكون ايه؟ I don't want to continue watching it. انا لا اريد ان استمر في مشاهدته، مش عايز اكمل مشاهدته. يبقى الفيلم ده ايه بقى؟ boring ممل ولا bored شاعر بالملل؟ لا طبعا ممل سبب لي انا الملل. الصفه المسببه للشعور بتكون منتهيه بالاي ان جي، عشان كده انا هكتب boring يعني ممل. رقم 3 شي نقط her uncle next Friday she has prepared it. عايز اقول هي هتقابل عمها يوم الجمعة القادم. هي prepared يعني اعد او جهزة، هي اعدت او لجهزت لكده. طب عندي استعدادات وتجهيزات وترتيبات، زمني ايه؟ زمني مضارع مستمر. طب عندي شيء مفرد هناخد ايه؟ ام ولا از ولا ار؟ هياخد اس، وبعد كده الفعل بتاعي ميت وبضيف له الاي ان جي هيبقى ميتنج يعني سوف تقابل. از ميتنج سوف تقابل. عايز نكتب عن كوميونيتي بروبلمز اللي هي مشاكل المجتمع، وان شاء الله قريب جدا هتلاقوا موجود على القناه اهم باراجرافات هامه ومتوقعه لمنهج الصف الثالث الاعدادي الترم الاول. نيجي بعد كده الصفحه، صفحه عندنا كام؟ 181. وجايب لي كده بقى اختبار يعني عباره عن اسئله اختيارات كده طبقا لنموذج امتحان محافظه بورسعيد، نموذج كده اختياري نقرا كده ونجاوب عليه. تشوز اذا كوركت انسر اختر الاجابه الصحيحه. يقول لي كومبليت ذا فولون دايلوج، اكمل الحوار التالي. اول سطر ده نقراه مع بعض نعرف اصلا الحوار بتاعنا بيتكلم عن ايه. سوها از تيلينج هيز سيستر. تيلينج يعني تخبر. سوها بتخبر اختها مايا اباوت ا نوفل، بتكلمها عن روايه شي هاز ريد هي قريتها. ماي بتقول لها وات ار يو دوينج، سوها بتعملي ايه؟ سوها سوها ترد عليها وتقول لها ايه؟ طبعا عرفنا من اول سطر ان هي بتقرا روايه، يبقى هتقول لها اي ام ريدينج ا نوفل، انا بقرا روايه.
بعد كده ماي بتقول لها a novel رواية that's great ده رائع تمام، وبتسألها سؤال سهى ردت عليها I started reading it last week ده أنا بدأت في قراءتها الأسبوع الماضي، يبقى إمتى بدأت في قراءتها؟ يبقى when did you finish؟ لا هتبقى when did you start reading it؟ when did you start reading it؟ إمتى بدأت في قراءتها؟ لكن هنا بتقولها إمتى نهيتيها أو انتهيتي من قراءتها؟ بدأت في قراءتها إمتى؟ قالت لها last week الأسبوع الماضي. مايا هنا بتسأل سهى ردت بتقول لها The writer is called Charles Dickens. الكاتب اسمه Charles Dickens. تمام؟ يبقى هنا من هو الكاتب أو إيه هو اسم الكاتب؟ يبقى هو is the writer. من يكون الكاتب؟ هو is the writer. بسأل على من للعاقل. من يكون الكاتب؟ قالت لها Charles Dickens. بعد كده هنا مايا بتقول لها إيه؟ What's the title of novel؟ إيه بقى التايتل؟ إيه العنوان بتاع الرواية؟ عنوانها إيه؟ لو بصينا كده في النص الثاني من الصفحه هنلاقيها بتقولها عنوانها عنوان الروايه اوليفر تويست، يبقى اتس اوليفر تويست. عرفنا منين؟ من التكمله. نكمل كده هنلاقيها برده في الجنب الثاني هنا. مايا ردت عليها وقالت لها اوليفر تويست، يعني هنا دي القصه ديت بعنوان اوليفر تويست. Is it an exciting novel؟ طب هي دي بقى رواية بتكون exciting، هل هي رواية مثيرة ومدهشة؟ سهى ردت عليها وهتقول لها طبعا yes it is، هتقول لها yes it's very exciting، أيوة هي رواية مدهشة وإيه وشيقة. نيجي بعد كده سؤال تصحيح الخطأ، إحنا هنصحح الخطأ لكن على شكل اختيارات، يعني الكلمة اللي بين قوسين دي هصححها لكن هختار الصحيح مش هكتبه، هختاره كده من بين اختيارات. ذا فيلم واز نقط، الفيلم كان ايه؟ I got bored، انا شعرت بالملل. So لذلك I stopped watching it، لذلك انا توقفت عن مشاهدته. يبقى الفيلم كان ايه؟ كان bored، كان شاعر بالملل، الفيلم هو اللي هيشعر بالملل، ولا bores اللي هم ايه المملون، ولا boring الفيلم كان ممل سبب لي انا الملل، ولا boredom اللي هو الايه الملل نفسه، ده كده بقى الايه الملل نفسه تمام. يبقى الفيلم كان ايه؟ كان boring، كان ممل، عشان كده انا stopped توقفت watching it عن مشاهدته. رقم 7 she was نقط، هي كانت ايه؟ to hear that the museum was closed، لما عرفت ان المتحف كان ايه؟ كان مغلق. لما عرفت ان المتحف كان مغلق هي كانت ايه؟ disappoint يعني يحبط، disappointed يعني كانت محبطة، to disappoint يعني ليحبط، disappoint برضو يحبط بس الفعل مضاف له الايه؟ مضاف له الاس كده المفرد. يبقى she was هي كانت ايه؟ عايزين نقول هي كانت محبطة، هي اللي شعر بالإحباط، يبقى disappointed كانت محبطة لما سمعت ان المتحف كان مغلق. رقم 8 the school المدرسة نقط up new lights يعني علقت أضواء وأنوار جديدة in the playground في الملعب، هتعلق أنوار جديدة في الملعب next week الأسبوع القادم. يبقى the school المدرسة إيه؟ المدرسة مفرد. هنقول pots ولا is potting ولا going to pot ولا to pot؟ طبعا إحنا هنا هنستخدم إيه؟ هنستخدم زمن مضارع مستمر. ليه؟ مرتبين كل حاجة وفي تجهيزات محددين وقتهم، يعني مرتبين ازاي؟ بمعنى ان هم مخططين هيعلقوا الاضواء والمكان اللي هيعلقوها فيه وكمان الميعاد. طب عندي هنا ذا سكول بوتس، هنا ده مضارع كده هو بيقول لي نيكست ويك الاسبوع القادم، وهنا مضارع، مضارع بسيط. سبوتينج ده مضارع مستمر. جوينج تو بوت، وهنا هنا برضو بيعبر عن المستقبل، جوينج تو المصدر. بس ذا سكول مفرد، عايزه هنا المفروض معاها از قبل كده، عايز از المفروض هنا از الاول لو هستخدم قاعده جوينج تو. تو بوت تو المصدر، يبقى سبوتينج. يبقى كده انا استخدمت ايه؟ زمن مضارع مستمر. رقم 9 اي ام جوينج تو نقط تو الكسندريا نيكست ويك، انا هسافر للاسكندريه الاسبوع القادم. I am going to، دي قاعدة going to لازم سهلة جدا بقى، بيجي بعدها المصدر، بعد going to الفعل في المصدر. traveling verb ing is traveling مضارع مستمر، travel كده الفعل في المصدر، travels كده الفعل وبه الاس يبقى travel يعني يسافر، انا سوف اسافر، يبقى بعد going to عايز الفعل في الانفينيتيف في المصدر عشان كده اخترت travel.